الحضور المسيحي في الحياة العامة السياسي كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف ثلاثة من النواب المسيحيين الفائزين بعضوية مجلس النواب 19، وهم النائب الدكتور هايل العياش عن المقعد المسيحي في محافظة الزرقاء، والنائب عمر النبر عن المقعد المسيحي في الدائرة الثالثة بالعاصمة عمان، والنائب رائد سميرات عن المقعد المسيحي في محافظة البلقاء، حيث تحدث كل نائب عن مخططه ورؤيته للجوانب التي سيركز عليها تحت قبة البرلمان. فإلى هناك. النائب الناجح هو اللي بيكون على علاقة واسعة متسعة مع قواعد الشعبية مختلفة أطيافها من إخواننا المسلمين والمسيحيين، لأنه نحن نتقدم كنواب للطوائف المسيحية كوتات، ولكن نحن نواب وطن فيما بعد، والنائب اللي ما له على قواعد شعبية ما بيستطيع الحصول على المقعد. وأنا إلي منخرط، أنا خرجت جامعة أثينا اليونان 89 92 لغاية الآن، وأنا بالعمل النقابي والعمل الاجتماعي. ونشكر ربنا الله معطيني القدرة على التواصل الاجتماعي مع مختلف مكونات مجتمعنا الأردني الطيب. لذلك حرصت على أعلى الأصوات في محافظة الزرقاء يعني، وتنافسنا على المقعد مع حزب كبير. اللي هو حزب جبهة العمل الإسلامي التعرفي. ولولا العلاقة الواسعة مع مختلف أطياف أبناء وبنات الزرقاء اللي بكن لهم كل الاحترام والتقدير، اللي أعطوني ثقتهم، أكيد ما كنا بنقدر نتغلب على سعادتك. قدي مهم الحضور المسيحي لما بنقول نحن تطرقنا الفترة هذه للحديث عن مجلس النيابة والانتخابات، لأنه دائما مطروح أنه يا نورسات أو يا كنيسة ليش تتدخلوا بالسياسة وصرتوا تحكوا بالمجلس والنواب. عم نحكي أنه انخراط المسيحي في العمل السياسي، وأيضا حضور المسيحي برضه في الحياة العامة سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، فما يمنع انه يكون كمان سياسي حضوره المسيحي. فما ايش بتحكي سعادتك بخصوص الذي بيقول لك انه انا كمسيحي وأقلية في هذا البلد ما بقدر اتدخل بالسياسة بخاف؟ لا انا بخالفك اخت، بس ما احنا احنا مضبوط عددنا قليل في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن احنا مكون رئيسي من مكونات المجتمع الأردني، وإلنا بصماتنا المسيحيين من جذورنا متأسس في هذه المملكة، والراعي الرئيسي لوجودنا لداعمنا القيادة الهاشمية منذ تأسيس المملكة، والعمل السياسي لأبناء الطوائف المسيحية جزء لا يتجزأ من عملهم. انت انتمائك للمجتمع يعني انك انخراطك في كافة مجالات المجتمع، وهذا لا. أنا بعتقد إنه الوزراء والعيان وكافة المسؤولين اللي تبوأوا مناصب من القيادات المسيحية كانت على قدر المسؤولية، وهذا يعني إنه إحنا المسيحيين الجزء الذي لا يتجزأ من منظومة المجتمع الأردني الطيب ننخرط في كافة مجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نتمنى إنه إعادة الثقة بمجلس النواب، لأنه نوعا ما في عدم ثقة بين مجلس النواب والشعب. صحيح. تراكمت عبر السنين يعني. نعم. فأول شيء الواحد نتمنى أنه يرجع فيه تواصل بين النواب والشعب، والنواب تشتغل كامل المصلحة العامة. يعني من أهم الأمور اللي ببياننا يعني، وإن شاء الله نتمكن أن نحصل جزء منها. اللي هي يعني بيعكس كلام حضرتك. نعم، بيعكس كلام حضرتك انه من 130 نائب في عندنا 100 نائب جديد. فهذا بيعكس انه يعني التجديد، وان شاء الله يطلع من 100 رئيس مجلس النواب، بدناش يطلع من 30. ان شاء الله ان شاء الله. الملامح لسه مش مبينه، لكن مين ما يطلع المهم يكون يشتغل لصالح الصالح العام. يعني من بدايه من ملف الاقتصاد اللي هو اهم ملف، واللي هو سبب في الهجرة، سبب رئيسي في هجرة العقول والخبرات. وهذا إشي محزن يعني. نتمنى إنه ملف الاقتصادي والاستثمار يكون له أولوية للنواب الرابحين،
من قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار الجديد وعدة قوانين تابعة لمجال الاقتصاد والاستثمار. نعم. يعني قانون الانتخاب كمان ممكن يكون أقل تعقيد من هذا القانون، أعتقد لازم ينبحث في خلال هذه الأربع سنوات، وعدة مواضيع أخرى من اللامركزية والبلديات والصحة والتعليم والمرأة، هاي أمور، وقانون العقوبات اللي بعد شفنا هالكم من جريمة اللي بشعة البشعات. نعم، فأعتقد قانون العقوبات على اللي بيعيدوا الجريمة يكون رادع وقاسي بحقه يعني. نعم، هذه الأمور اللي نتمنى أنه خلال هالفترة اللي جاي تبحث وتعاد صيغة بعض القوانين فيها، ونتمنى انه رح نوعد الكل انه رح نعمل قدر الامكان باللي بيصير اتفاق عليه بين الكتل وبين النواب الحاليين، انه 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 ننجز الجزء الاكبر منها اذا الله اراد. ان الله اراد. وبالنسبه للملف المسيحي، فهل هناك مواضيع محدده ولا راح تتحدد في لقائكم مع رؤساء مجلس الكنائس في الأردن للتبادل الأمور التي بحاجة إلى بحث تحت قبة البرلمان؟ في عدة مواضيع، في مواضيع صغيرة في مواضيع كبيرة. المواضيع الكبيرة هي نفس المواضيع اللي لها دخل في واللي هي الهجرة. نعم. للأسف إنه في عدة عوائل عمالها يعني إذا ما فكرت بالهجرة فكرت بجواز آخر، أو فكرت تترك. نعم. أو فكرت لسبب ما، وهذا بهمنا إنه نظل التواجد المسيحي في هذه البلد. تطور المنظومة الاقتصادية الأردنية هذا أهم من أي شيء كان. نعم. أكيد. بتطوير المنظومة الاقتصادية الأردنية بتقضي على البطالة، ترفد الميزانية الأردنية بعمل صعبة اللي تستمر بالحركة الاقتصادية وبتتطور، كان بنية تحتية ولا وظيفية ولا تخفيض ضرائب تخفيض فوائد، بالإضافة إلى أنه الدولة، أي دولة من الدول اللي بتكون دول شبه نامية أو نامية، أي دولة لازم بهذه الدول حتى أنها تنمي اقتصادها لازم تعالج الضريبة، مش ضريبة الدخل، الضرائب الإضافية، ضريبة المبيعات والأخرى. نعم. لأن قطاع السياحة مهم. نعم. هذا حاطينه بالاعتبار. نعم. قطاع السياحة مفروض، إحنا الدولة من أغنى الدول بالأثار. نعم صحيح. وبالمواقع السياحية الطبيعية الخلابة، هاي كمان بتاعت نظر بالقوانين والأنظمة والخدمات والبنية التحتية، خاصة السياحة تفتقر بنية تحتية ضعيفة جدا، خاصة بالتنقل من منطقة لمنطقة ما في مرافق خدمات، ما في أي. نعم صحيح. أي نوع من أنه السائح أنه يتوفر له وصل وسائل الراحة أو نسميها الوسائل اللوجستية للوصول للموقع من موقع إلى موقع. كذلك المهم والأهم من كل شيء، وإحنا الدولة واقعين على مستوى زراعي عالي، ومستوى الزراعي بيدوم 12 شهر هو خدود وادي الأردن أو وادي الأردن. نعم. هاي كمان إعادة النظر بقوانينها وبخدماتها، لأنه إحنا الدولة الوحيدة اللي بننتج بأقل التكلفة خلال السنة كاملة نتيجة للمناخ المتنوع بالأردن. نعم. قوانين خاصة قوانين سلطة وادي الأردن ما بتساعد على أن يكون عندك اقتصاد زراعي، إحنا لسه ما عندنا اقتصاد زراعي بسبب القوانين هاي، كمان بدها إعادة نظر ومنظومة جديدة بحيث إنه تشجع الشركات الأردنية من جنسية أردنية، ولن نرضى إلا من جنسية أردنية بتملك العقارات والأراضي كي تقوم بالإنتاج الزراعي حسب ما جاء بخطابات وإرشادات جلالة الملك حفظه الله، بأن احنا زراعة حديثة، زراعة تقنية، زراعة نوعية. في ظل القوانين هاي ما في لا زراعة حديثة ولا تقنية ولا نوعية. كذلك احنا عندنا الطاقة، احنا من صح انه انا مش مجالي علمي لكن الانسان بتثقف. نعم طبعا. كطاقة بديلة
من أفضل الدول بالعالم لإنتاج طاقة بديلة نتيجة لوضع المناخ الموجود بالأردن. المناخ مش بس مي وهواء وغير كذلك شمس. شمس نعم. طريقة حركة لأنه الطاقة إحنا بنعرف تغذى من الطبيعة، وخاصة العالم كلها اللي قاعد تحول الطاقة البديلة، الطاقة التقليدية اللي هي البترول أو ما بسموه البترول الأسود، الذهب الأسود، بلش يتلاشى وصار انخفاض فيه، ما في جدوى انه هلا نبحث عنه اصلا بالأردن. نعم صحيح. او نعطيه اهتمام اكثر، بالعكس لازم احنا نعدل القوانين، نعطي الاهتمام بالطاقه البديله. نعم. وبتطورها وزيادتها. نعم. وبتسهيلات افضل.